ونهضوا وقفوا وصدوا للحيط. وبعد قال ورا المير، قال له هذا المير، قلت له انا يا انا رئيس البلديه. قال مش رئيس البلديه، قلت لك ورا المير. قلت له انا المير. بدا يسال فيا على هكذا، قال لي انت ما يديروا حاجه غير وسيت مجرى. قلت له الا بالدليل، اذا كاين عليا دليل انا ولا كنت بدرت عندي. بعد ثم بداني واقف هكذا، بداني بالضرب، بداني بالضرب. انا كي خزرت فيه، عرفته نزار. بعد هو قال لي خزر، شوف لتحت، شوف لتحت، شوف في رجليا، ما تشوفش في وجهي، شوف في رجليا. وبداني بالسب والضرب، يعني تقول باللي هذاك يقولوا عليه جنرال عندي انا، ماشي جنرال، هذا كابران تاع فرنسا، يعني فرنسا خلته كابران وطلعوه اصحابه، اصحاب فرنسا طلعوا جنرال. ما هو جنرال، ما عنده قيمه. هو عذبني بنفسه، ودرك لو كان يشوف هو يعرفني نظن. يعني واش مارس هذيك مثلا؟ هو ثم كان داير في وقت الشتاء، داير صباعيات كما نقولوا حنايا، ليغا هذوك تاع سياقه ولا تاع الشتاء هكذاك. الاولى كي بداني يعني باللكمات، عندي للوجه للبطن، يعني استغفر الله، واش نقدر نقول لك؟ هذاك ما فيه، ما عنده رحمه، ما عنده، ويحلف لي باللي مازال لك 10 دقائق، لو كان ما تديناش دروك البلاصه الفلانيه وتجيب لنا فلان وتجيب لنا فلان، لو كان قلت لك نطلعوك للغابه تاع الشريعه، لطريق الشريعه، ونلقوا فيك رصاص وكذا. ومن بعد زاد خرج، راح واحد 20 دقيقة ولا جاو داوني لهكذا مكتب فيها طابلة وكذا، وهو يسب ويسقسي ويحلف لي مازال ما درتش، مازال ما قلت، ما درت في كلامك، ما قلت له انا اللي نعرف هذاك اللي قلت لك. يدوك المكتب تاعو؟ ايه، ثم كاين ماشي مكتب كما نقولوا تاع قدام المكتب تاع العثاب، الاخر منا والاخر منا مكتب صغير هكذايا، يعني فيه طابله. لما وصل الملف تاعي عندهم كاع، واش من اللي كنت صغير عندهم تاع واش قريت وكذا، وعن جمعية العلماء وعن هذوك. لما لحق لي تاع السجن تاع فرنسا، قال لي تجوز السجن عاد فرنسا، صح مفتاح كاع حركة، صح مفتاح كاع كانوا مع فرنسا. وانت تقول لي انت دخلت للسجن وضربني بواحد الآلة ثم كانت على الطابلة هاي لهنايا حتى الدم هود لي هذايا. هو ضربك؟ هو ضربني بها. خالد نزار؟ كان قاعد اقدر ماني بها، كون جات في عيني ولا نقول لك انا جاتني لهنايا، وربي وكيله ان شاء الله يخلصها ان شاء الله. يعني ومن بعد تواصل التعذيب ضدك؟ من بعد عاد يسمى كل يوم عندك هذه زوج مرات ثلاث مرات، كل يوم عتاب هكذاك طايش. يعني اللي كان يشرف على التعذيب هو خالد نزار؟ هو في ذاك، في مره قلت لك هو اللي حضر، مره هو حضر بنفسه. يعني مانيش عارف كيفاش، حتى لا جا خاص لينا ولا واش يحوس عند رئيس البلديه. والاخرين ما تعذبوا ماشي معاه، ما اجمعته، لكن بالامر تاعو باش كنا نشوفوا هذاك الشيء. الامر هما لما يدوا زوج ولا ثلاثه ولا دائما يركزوا على واحد، هما دائما. انا كنت عارف روحي باللي لما داروا في هذاك الشيء، اللي خاطر الاخرين جوزوهم مره والضرب كما نقولوا هذيك تاعك تجي تدي الماكله، ودائما انا حتى مره جاو اللي يجيبوا الماكله باش تخرج ترفد الماكله، واش من ماكله خبز يابس وكذا، كي تجي ترفد الماكله دروك كنت كل مره انا نخرج، مره جاو قالوا ما زدتش يخرج، وقالوا زادوا كي جاو العشيه حطوا الماكله انا رحت نرفدها، قال لي ولي وخرج الامام، قالوا قلت لكم هذا ما يزيدش يخرج خلاص. والحمد لله. معليش عمي احمد، يعني انت منذ قليل تكلمت معايا وقلت لي يعني هذا كلام يعني من وراء الكاميرا، وقلت لي باللي تم استئصال اعضاء تناسليه من الجسم نتاعي، تقدر تحكي لنا كيفاش تمت العمليه هذه؟ باش نقول لك درك، حنا لما داوني وربطوني في ذاك الطابله ونحاولي كل اللبسه تاعي
وطلعوني فوق هذيك الطابلة وربطوني، زادوا ربطوني البلاصة اللي يعني سبحان الله يعني العضو التناسلي، من العضو التناسلي ومانيش عارف واحد كيفاش يجبد رابطينها الفوق ولا واحد يطلعك ويجي يديروا لك حاجة يعني تحت بخيط هكذا خيط على الكهرباء خيط على الكهرباء خاطرش مع الاخر خلاوه لاصق، قال لاصق انا اللي نحيته كي نزلوني من هذيك الطابلة انا ماشي جاي بسمع خبر مليح، انا اللي نحيته بيدي حتى من بعد بقى لاصق في الخيط، بقى لاصق بقى لاصق في الخيط وما ما يقدروش باش ينحوا، دخل بقى غير العروق بقاو غير العروق شادين يعني باش جيت نحيه حصراه باش انا ديجا ما قدرتش نشد روحي وكيشد ويضرب سما يضربك بواحد الخشبه هكذايا ويضرب باش يكرازي لك ويقول لك باللي ما زيتش. يعني تذكير عمي حمد تم بطر العضو الذكري تاعو اثناء التعذيب واللي كان يشرف على عمليه التعذيب في الوقت جنرال سابق خالد نزار. عمي حمد يعني الظروف الصحيه تاعك الان واش تحكي لنا؟ عندي الان اسمح لك درك انا راني نتبع عندي على بالك مرض القلب ترتج مرات تاع مرض القلب كما يقولون نص عمليه هذيك تاع القلب وراني نداوي وعندي السكر لكن تاع القلب ثم الطب في ذاك الوقت قالوا لي عندك كما يقولوا ما جلطة قلبية ولا لا حق ان شاء الله قبل من هذا ان شاء الله نلقاوها عند ربي، لكن اليوم ان شاء الله راني ناوي نحضر باذن الله اوراقي ونحوش على شهادات ملفات وشهادات طبية ونقدم إلى لقيت لهنايا يعني عدالة وإن شاء الله نقدمهم للعدالة إلا كان تبعوا وطاوني حقي ما قلتش طاوني حقي ما عندهم مانيش ننتظر منهم باش يعطوني حقي هذا، لكن يبينوا لي علاه داروا لي هذا الشيء ونحوس على حقي حاجة أخرى، وإلا ما لقيتش لهنايا وما قاموش لهنايا راني نسمع باللي كاين في الخارج قال تاع الأمم المتحدة ولا تاع وين يطلبوا نقدم ملفات التوعية ثم إلى قبلهم إن شاء الله، لأني عندي أدلة التوعية ونحوس نفهم علاش داروا لي الشيء هذا، خاطرش كانوا كيدوا لي الأولى يقول لي علاش جيت رئيس بلدية، احنا جينا رئيس بلديه حزب قانوني شرعي هذه كانوا كاع يعني بزاف كي يدوني وتعود في الحساب انت ناس ملاح انت كذا بصح وعلاش جيت رئيس بلديه علاش جيت واليوم راك امير وراك كذا وراك لهذه الاسباب انا ماذا بيا يعني نقدم ملفات لهنا الى شدوهم وقبلوهم وجوزونا وجوزوا هاد الناس اللي عذبوني واللي راني نعرفهم هكذا، وإلا ما كانش يا خويا كاين ناس اخرين حنا نتمنى ما توصلش لهذوك، بصح إلا غلقوا البيبان هنا نشوفوا وين يفتحوا لنا البيبان إن شاء الله نقدموا هذا الشيء. مرة رموني في الباب تاع السبيطار السبيطار تاع البليده تاع جوانفيل بعد العشر ايام هذول رموني في الباب تسمى دينيني باللي خلاص يعني دخلوني ثم المستشفى وداووني شويه وجيت خرجت هما كراو لي سياره تاع اجره ووصلني حتى للدار، اما في قضايا اخرى يعني كانوا لما يديروا لي ملف ونجوز ويجوزون لي القاضي التحقيق يطلقني براءة، حتى مرة مرتين نجوز عند قاضي التحقيق براءة خرج على هذيك. اليوم راني نحوس يعني علاش انا علاش داروا لي هذاك الشيء، لانه هما يقولوا لي علاش كنت رئيس بلدية انت علاش قبلت وكنت رئيس بلدية، اليوم راني نحوس
على الناس هذو اللي كانوا يدوا يعذبوا الناس بلا حتىش لما في الجبهة الإسلامية يجوا يدوك. احنا ما درناش كاش حاجة اللي خارجة على كنا نمشوا شرعيين. واش نقدر نقول لك؟ واليوم خويا ماذا بيا نحوس على حقي ونحوس على الناس اللي عذبوا لي ونوقفهم عند حدهم ان شاء الله، باش ما يكونش القدام الناس والشباب اللي جاي باش ان شاء الله ما يكون باش يفهموا هذا النظام وهذا الناس اللي داروا هذا الانقلابات والناس اللي داروا هذا الشيء كاع في الجزائر بانهم ناس ظالمين هما اللي داروا هذا الناس. وكاينين اللي يحبوا يدير لك